السلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا بخير وفي أحسن الأحوال وواش مبروكة بالصحة والسلامة. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد وفي وصفة جديدة. فاليوم إن شاء الله غنحضر معكم الفقاس البلدي المعروف بطريقتي، مقادير بسيطة وطريقة سهلة، كيجي غزال وهشيش وما كيتهرشي نهائيا. بقاو معايا نشوفوا المقادير وطريقة التحضير. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمقادير، عندي 4 البيضات، 2 كيسان صغارين الزيت، و 2 كيسان سكر سنيدة، معلقة كبيرة النفع، ومعلقة كبيرة حبة حلاوة، كاس صغير السنجلان، وكاس صغير اللوز، كيس من خميرة الحلويات أو كيس من الفاني، 2 معالق كبار الكونفيتير، والدقيق الكافي اللي غيجمع لنا تقريبا كيلو إلا ربع. وفي الخلاط الكهربائي غنعمل البيض وغنزيد عليه السكر سنيدة. انا استعملت هنا الكيسان دقاتي، كيسان صغارين، عملت جوج، وغنضيف الفاني وصافي. وغادي نخلط الخليط مزيان، غادي نخليه يتخدم واحد 5 دقائق تيتخلط مزيان. هاد الطريقه كتجيني سهله، يمكن لكم تخلطوا غير بيدكم، انا كنفضل هاد الطريقه هادي كتخدم داكشي مزيان وصافي. من بعد غنكبو في القصريه ولا في الكسعه كما كتشوفوا، غنزيد عليه النفع، حبه حلاوه، والزنجلان نقي مغسول، وهنا عندي اللوز مرطب في المزهر، خليته واحد ساعة المقانة، كنكبو بديك المزهر ديالو. ومن بعد غنضيف 2 معلقة الكونفيتير، وشوية الملحة ضروري باش كنحسن الذوق. وغنبدا نخلط المقادير كما كتشوفو بشوية بشوية حتى كينسجمو كاملين مع بعضياتهم. ودابا غنبدا نزيد الدقيق شويه بشويه، غنزيد الخميره وغنخلط كما كتشوفوا. وبالنسبه للطحين، طبعا عندي مغربل وانا هنا عبرتو 750 غرام اللي هي كيلو إلا ربع. صافي غنبقى نخلط كما كتشوفوا حتى ندخل ديك الكميه اللي عندي ونجمع العجين. ومن بعد ما جمعت العجينه، هذا هو القوام ديالها، كتجي رطبه وخفيفه. انا دائما العجينه الفقاس كنعملها خفيفه باش ملي كندخلو الفران ما كيتشققش وفي نفس الوقت كيجي هشيش. قسمت العجينه على 6 الكويرات، وغنبدا نشكلهم على شكل حرابل هكذا، حربل طويل تقريبا نفس القياس مع بعضياتهم. كنضرب هكذا الحلبول بيدي شويه باش ديك اللوز كيبقى لنا في الوسط، وغنبقى مستمره حتى نكمل العجينه اللي عندي كامله. عملت الحلابل غير هكذا رقاقين شويه، بغيتهم يجيوني صغارين لان باقيين غيدخلوا الفران وغيتنفخوا، وانتم الا بغيتوا تعملوهم كبارين كتر من هكذا فلكم الاختيار. من بعد ما كملت صافي، عملته في اللاطه او الصينيه اللي غتدخل الفرن. طربت صفار البيضه مع قطيره د المزهر وشويه نسكافيه، خلطتهم مزيان صافي. ودابا غنبدا ندهن في الفقاس، غندهنو مزيان حتى من الجناب. من بعد ما دهنتو خديت فورشيت وغنبدا نزينو بحال هكدا، غنعمل خطوط عشوائية على الوجه وغندخلو الفران
بالنسبة للفقاس، الفران دائما كيكون بارد، ما كنسخنوش الفران نهائيا باش الفقاس ما كيتشققش. صافي غنعملو في الجهة الفوقية، ما غنعملوش مباشرة على النار، غنعملو في ديك الحديدات اللي كيكونوا الفوق عالي شوية على العافية، وغادي نخلي النار تكون متوسطة يطيب على خاطرو، وغنثقبهم بإبرة رقيقة ثقيبة خفاف وغندخلو الفران. وها هو الفقاس من بعد ما خرجته من الفران، كيجي محمر، واخا كتشوفوه محمر راه طايب غير نص طايبة. صافي غنغطيه بواحد الزويف ولا السربيطة تكون فاسقة، حيت انا ما عنديش الوقت، غنخليه غير نص ساعة يرجع ليه ديك الصه ديالو وغنقطعو. دابا غنبدا نقطع، وضروري الموس يكون ماضي باش يتقطع مزيان وما يتفتتش، وكما كتشوفوا كيتقطع بكل سهولة واخا ما بيتوشي. غالبا كنعمل هاد الطريقه نظرا لضيق الوقت، وبالنسبه للحجم تقدروا تقطعوه كما بغيتو مايل ولا مدور، وحتى الحجم اما غليظ ولا رقيق، داكشي كيبقى على حسب الرغبه. وكما كتشوفوا ديك اللوز اللي في الوسط ما كيتهرش كيبقى باين، وتقدروا تعملوا حتى الزبيب مقطع كاضافه حتى هو كيجي مزيان. وبالنسبه للكونفيتور كنعمل دائما ديك جوج معالق، كيعطيه لون ذهبي وفي نفس الوقت كيعطيه واحد التعليكه، وكيجي المذاق ديالو رائع. ولا خفتم الحلاوه كما كنعمل انا، ما عملتش جوج كيسان عامرين السكر مع جوج المعالق الكونفيتور، ويلا كتجيني الحلاوه هي هذه. وطبعا الحلاوه كتبقى على حسب الذوق. وكما كتشوفوا كنقطعوا بكل سهوله، ما كيتهرس ما كيتفتت. وكما كتشوفوا انا كملته كامل، ما تهرس ما والو، داك اللوز كيبقى باين في الوسط ديالو. صافي دابا غادي نستفو في لاطا او السينيه اللي غندخلو الفران، وغادي نخليه يتحمر على الوجه، ومن بعد غادي نقلبو غنردو معاه البال لانه دغيا كيتحمر. وهذا هو الشكل النهائي للفقاس من بعد ما تحمر، كيجي هشيش ومقرمش ومذاق رائع ولذيذ، ما تشبعوش منه. والفقاس غني عن التعريف، ضروري كيكون حاضر معنا في الاعياد. وكما شفتوا طريقته سهله وناجحه 100%، وهاد الطريقه اللي شاركت معكم عندي معتمده. حاولت نشرح لكم كل شيء بالنسبه للناس اللي كيتهرس لهم وكيتشقق، اكيد الا تبعتوا هاد المراحل غينجح معكم ان شاء الله. كانت هذه وصفه اليوم، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم على التعاليق المزيونه اللي كتخليوها لي، الله يجازيكم بخير. واللي اول مره كيشوف القناه يشترك ويفعل الجرس. وطبعا الى عجبتكم لا فيديو ما تنساوش عملوا لايك باش تحمسوني. نتلاقاو فيديو مقبل ان شاء الله، في امان الله. مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا.